يسعد صباحكم، صباح الخير لكل الناس يلي عم بتتابعنا. استغلوا صباحكم بالكلام الحلو يلي طالع من القلب، لأنه دايماً الكلمة الحلوة بتزرع بقلوب يلي حوالينا سعادة حتى لو كانت مؤقتة. فدايماً حاولوا تكونوا مصدر سعادة لكل يلي حواليكم، حاولوا تكونوا الضحكة يلي بتنرسم على وجوههم أول ما يصحوا من نومهم، واتركوا وراكم بصمة حب وأمل لكل شخص زعلان أو تعبان. استغلوا صباحكم بالكلام يلي بيعطي طاقة إيجابية وبيحفز على النشاط والفرح. سعد صباحك يا ميشا. صباح الخيرات ماري، وأهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الخيرات لكل الأشخاص يلي عم يشوفونا على شاشة سما الفضائية. تماما، يعني دايما الكلام الجميل بيترك وراء أثر كبير على الأشخاص يلي عم يسمعوا أو حتى يلي نحن عم نوجه لهم إياه. فكم كلمة هيك بعتت التفاؤل بعد حزن عميق، وكم كلمة كانت هي مصدر ودافع لحتى نبدأ بصفحة جديدة بالحياة، وقديش كان في كلمات زرعت امل وعطت راحه بعد تعب طويل. لهيك يعني خلوا كلماتكم فيها هيك شوي من الطاقات الايجابيه، خلوا كلماتكم موزونه، لانه فعلا باوقات كثيره بتكون سعاده شخص او حتى راحته متعلقه بكلمه مننا، وخاصه وقت نكون بعلاقه حب، فهذا الشيء هيك بيعطي طاقات وتفاؤل كثير كبير. الله يجعل ايامكم كلياتها حب وتفاؤل، يسعد صباحكم يا رب. هلا صار الوقت لنتعرف سوا على عناوين حلقتنا لليوم. شو رح تتضمن حلقتنا لليوم نبلش بجولة صغيرة على البلدان العربية والغربية، ورح نبداها من مصر، وتحديدا من عند أسرة عندها شغف كتير كبير بجمع القطع والتحف النادرة، وهذا الشيء خلاهم أنهم يقرروا أنه يحولوا بيتهم لمتحف يعرضوا فيه كل هاي التحف. ومن مصر يا ميشا حنروح على الأردن لنحكي عن شخص بعمر 61 سنة، وبعد حالة من العزلة الكبيرة يلي دخل فيها قرر أنه يشتغل بنحت الصخور، وهالشي بلشه من عمر 36 سنة وما زال لحد الآن. تماماً، وخبرنا الثالث فهو من لبنان، وتحديداً عن مشروع بيوت الضيافة يلي انتشرت بالآونة الأخيرة وغطت أغلب الأراضي اللبنانية باعتبارها تعود لأيام الزمن الجميل. أما خبرنا الأخير حيكون من الصين يلي قدرت أنه تطور العلم والطب ووصلت لنتائج أذهلت العالم، وآخرها كان نجاح أول عملية زراعة للحنجرة بمشفى سيشوان. جولتنا المنوعة بلشت، والبداية رح بتكون من مصر يلي نحن عم نشوفه مو متحف للأعمال الفنية القديمة ولا حتى معرض فني لجذب الناس، إنما هو منزل لزوجين مصريين شغوفين بجمع القطع النادرة والتحف. قدر يحول القبطان البحري علاء جمال وزوجته منزلهم بالقاهرة لمتحف مليء بالقطع المميزة يلي جمعوها خلال سفرهم حول العالم على مدار 37 سنة، وكل لوحة جمعوها تعتبر لوحة نادرة،
بيرجع تاريخها لتسعينيات القرن التاسع عشر. وهلأ صار الوقت لننتقل من مصر للأردن مع فالح الحوامدي صاحب 61 سنة بمحافظة جرش شمال العاصمة عمان. هو حرفي مختص بنحت الصخور من 35 سنة واستمر بهالحرفة وهو منعزل عن العالم، لا ينسى قصة ألم صارت معه من 11 سنة، فلقى بالنحت على الصخور وسيلة بيلجأ إلها الحوامدي هو وعم يحاول فيها طي الوقت حتى ما تاخده قدرة الفراغ لاستنكار حادثة وفاة أصغر أبنائه الستة وأقربهم لقلبه. ورح نطلع من الأردن لنروح للبنان. انتشرت بلبنان خلال الفترة الأخيرة حركة جديدة تعرف بظاهرة بيوت الضيافة وتوزعت على مساحة الخارطة اللبنانية، ونوصف هالمشروع بأنه روح من الزمن الجميلة. وعم تشهد نسب الحجوزات ببيوت الضيافة اللبنانية ارتفاع ملحوظ بيعكس ازدهار هالقطاع الجديد. وصلنا هلأ لخبرنا الأخير يلي رح نروح فيه للصين. فعلى عكس عمليات الزرع الجراحية الأكثر نضج نسبة للأعضاء مثل الكبد والكلى والقلب والرئة، إلا أنه عملية زرع الحنجرة بتواجه مشاكل كثيرة، بس نجح الأطباء بمستشفى سيشوان الجامعي غرب الصين بإجراء أول عملية زرع حنجرة وهي الأولى من نوعها بقارة آسيا. هلا صار وقت ننتقل لمطبخ صباح الخير لنعرف الشيف بشرى عزيز شو محضرت لنا لليوم. سعد صباحك سير. صباح الخير ماري. صباح الخيرات يا شيف، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. كيف كون انتم؟ شو حضرت لنا طبق اليوم؟ هلا من روايح البصل لازم تعرفوا. اليوم نحن نعمل مسخن، بس باعتبار انه اليوم سبت ونحن بالعاده يوم سبت نعمل وصفات صحيه، فرح نعملها بطريقه شوي صحيه يعني. هلا هي عموما صحيه يعني المسخن، لا تكتروا الزيتات تماما بيمشي الحال تماما. تمام، بعد شوي رح نعرف تفاصيل كثيره واكله عن جد كثير 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 طيبه، ان كان سواريات او حتى اذا كوجبه يعني كمنسف. على الاكل منسف. شكرا لك شيف. يعني بما انه حاليا كل الامهات عاملين حمله تنظيف للبيوت، احتمال كثير كبير انك انت تشوف اغراضك الضروريه والضروريه جدا وحتى الما كثير جدا يعني ضروريه صاروا على الكب هيك من دون اي سبب واضح. طبعا اذا كنت انت من الاشخاص اللي ما كثير بهمهم هذا الموضوع، انه بتشيل الاغراض اللي انت محتاجها وبتترك الباقي بمكانه وعادي كأن شيئا لم يكن. تماما. اما اذا كان عندك حاله من الاكتناز القهري او بمعنى اوضح بتتعلق بأغراضك الشخصية لحد الهوس، ببلش هون الخناق بينك وبين أمك، وبترجع الأغراض لمكانها حتى لو أنت متأكد أنك ما رح ترجع تستخدمهم بحياتك. شو سبب هالشي؟ خلونا نشوف بهالتقرير.
صباح الخيرات عن جديد لكل يلي عم يشوفونا على شاشة سما الفضائية. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم. يمكن ما في حدا مننا ما بيتعرض لصدمة واثنين وثلاثة بحياته، وطبيعي كتير إنه نحن نتأثر ونقضي فترة طويلة لحتى يمكن نشفى من الآثار السلبية اللي بتتركها هي الصدمة علينا. ببساطة ما في حدا ما بينصدم وما بيصحى تاني يوم يعني هيك انه هو لساته مكسور، يعني ما في مجال انه انت والله بتنصدم وتاني يوم بتفيق اوه ما فيني شيء على العال، ما صاير شيء بالدنيا انا القوي. يعني الموضوع بده وقت، يعني ما نو كبسة زر، بيصير الشخص قوي وصامد ولكن هو بده فترة لحتى يتشافى ويتعافى من كثير من الصدمات والمواقف السلبية يلي مرقت عليه. تماما يا ميشا، ولكن لازم نشغل العقل ونتصرف بذكاء لنقدر نستغل الصدمات يلي بتصير معنا بطريقة صحيحة، ولا نبني شخصيتنا ونصير مع الوقت أقوى وأنضج. لهيك اليوم حنحكي عن نمو ما بعد الصدمة، يعني كيف ممكن نخلي المشاكل يلي بنمرق فيها تخلينا أقوى. هالأمور حنحكي فيها مع الاختصاصية الاجتماعية والنفسية فاطمة العبد الله. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا. الخيرات فاطمة، أهلا وسهلا فيكي. موضوع جدا مهم وضروري، وفي كتار من الأشخاص متعرضين لصدمات عاطفية ممكن تكون، ولكن ما بس هي يعني بالحياة في شيء اسمه صدمة عاطفية، ممكن الواحد صدمة اجتماعية، صدمة من حدا من أفراد الأسرة، ومنحس إنه نحن كيف بقى بدنا نطلع منها. نمو ما بعد الصدمة هو شيء كتير مهم ومفهوم كتير مهم نحن نفهمه، كيف بيعرفه العلم؟ أكيد. أول شيء سعد صباحكم صبايا، وصباح الخير لكل اللي عم بتابعونا على شاشة سما. مثل ما حكيتوا يعني بالبداية، موضوع مهم كتير الصدمات النفسية، لأنه اليوم أي شخص عم بيقابل شخص ثاني بيقول له أنا مريت بصدمات أو تعرضت لانكسارات أو خسارات. شو معنات أول شيء نترجم شو معنات الصدمة النفسية لنعرف كيف نمو ما بعد الصدمة أو الخروج منها أو الخروج الآمن ما بعد الصدمة النفسية. بالبداية الصدمة النفسية يلي هي أي شخص واليوم أي فرد ممكن أنه يتعرض لصدمات، ممكن تكون عن طريق حادث سير أو موقف مرعب أو موقف جعل هذا الشخص قريب جدا من الموت أو خسارة حياته، يمكن أو أي صدمة تانية مثل خسارات الأشخاص أو بعد شخص عنه. هي بتتعدد أشكال الصدمة النفسية أكيد. يلي بتترك وراها كتير آثار مؤلمة عند الشخص، جلد الذات، عدم التقبل للآخرين، العزلة وغيرها من التداعيات اللي ممكن تتسبب عند الأفراد. ولكن مصطلح نمو ما بعد الصدمة هو أستاذين بجامعة أمريكية، جامعة كارولينا الأمريكية، هن اللي بلش عندهم هذا المصطلح، وكانت هي البداية. شو يعني نمو ما بعد الصدمة؟ اليوم بنلاحظ أنه في أشخاص تعرضوا لصدمات قوية، وعلى بقدر ما هي الصدمة قوية بقدر ما هي أعطتهم قوة أكبر لحتى يرجعوا يوقفوا من أول وجديد. فالأشخاص اليوم ممكن تتعرض لكتير صدمات. في أشخاص بتوقف بتقلك أنا تعبت، أنا ماني قدرانة كفي، وفي أشخاص بتقلك لا بالعكس، هاي الضربة بالعكس قوتني أكتر، هاي الضربة خلتني أوعى، هاي الضربة لازم تعطيني ذكاء اجتماعي أكبر، تخليني أعرف أتعامل بالمواقف الجاية أكتر. فهي أنه يرجع الشخص على حياته بشكل أفضل. بس في نقطة حابة أني نوه عنها، لأنه بيفكروا في بيدمجوا ما بين المرونة النفسية ونمو ما بعد الصدمة، في فرق بيناتهم. هلأ المرونة النفسية أنه أنا إذا تعرضت لموقف بياخذ معي فترة معينة برجع لحياتي بشكل طبيعي وأنا بتجاوز هاي المرحلة لحالي، بينما النمو ما بعد الصدمة هو أني أنا كيف ساعد حالي وممكن أخلي حدا من برا يساعدني لحتى أنا أرجع لحياتي بس بشكل أفضل، بينما عنده مرونة بيرجع لحياته مثل ما كان طبيعية. طبيعي تماماً. هذا اللي كان بدنا نشرح عنه أكثر، إنه في ناس بتفكر القوة أنا صارت معي قصة نمت فقت خلص بطنش القصة ما عاد بفكر فيها وأنا بتصير أقوى، بس هي مو المفروض هي تأثر عليه بشكل نفسي لقدام. كيف ممكن فعلاً وقداش ياخد وقت لحتى يتعالج منها نفسياً باللاوعي؟ رح أقول لك شغلة هلأ بخصوص الصدمات النفسية. لا شك بدها تاخد وقتها، ما في اليوم أي موقف، واليوم نحن بنقيسها على حالنا، أي شخص فينا وقت اللي بيتعرض لموقف أو حدث صادم بحياته بده فترة لحتى هو يرجع يتقبل هاي الصدمة لحتى يطلع منها. في مراحل بنسميها ألم الانفصال، هي عدة مراحل الشخص بيمرق فيها بتاخد وقت، يعني هي من عدة أسابيع لثلاث أشهر.
فاذا تجاوزت هي المرحله او تعديت هذا الثلاث اشهر وانا بعدني مثل ما انا، فهو ساعتها مؤشر خطر، بلشنا بحاله مرضيه. ممكن ايه ممكن نفوت لشيء ثاني متطور اكثر يلي هو بنسميه البي تي اس دي او اضطراب ما بعد الصدمه، يلي هو تطور للصدمه النفسيه. لا شك بدها تاخذ وقتها، وبيبقى السؤال دائما طب قديش انا بدي ضلني بهالحاله؟ انا ايمتى بدي اطلع منها؟ كيف بدي اطلع منها؟ هذا الشيء كمان اكيد بيعتمد على مرونه الشخص، على قوته، دائما يطلع على الاشياء الجوانب الايجابيه، مثل ما حكينا بالبدايه انه اي صدمه ممكن اكيد هي خساره واكيد هي حدث صادم ومؤلم بالنسبه للشخص، بس الا ما يبقى فيها بعض الاشياء اللي بتخلي الشخص اقوى، حتى لو كانت أكبر الخسارات هو فقدان شخص عزيز علينا. نحن بنشوف انه بالحاله الاولى انا ما بشوف صح وما بفكر بطريقه صحيحه وممكن سيء لكثير اشخاص صح. بس لما يمرق شويه وقت انا بحاول بلش صدق او اتقبل الموقف، بس يمرق تقريبا سنه خليني اقول فبيرجع الانسان لطبيعته وبيرجع للحاله الطبيعيه، ولكن الالم اكيد باقي، بيرجع بيشوف الموقف من منظور اخر، يعني ما عاد بيشوفه مثل باللحظه اللي هو انصدم فيها. هذا الشيء اللي كنا كثير عم نحكي عنه وقت صار الزلزال بسوريا وتركيا، كنا عم نحكي إن إنه كل هذا اللي عم نشوفه من دمار وخراب وآلام عند الناس، ولكن ما بعد الصدمة هو اللي رح يكون أصعب بكتير. لهيك الشخص يمكن لازم يحاول يتعامل مع الحالة بالبدايات، كلياتنا ما فينا نتعامل مع الموقف اللي محطوطين فيه، وما بدنا نكون نحن إنه الأقوياء اللي قادرين إنه نتصرف مع المواقف. كلياتنا بنحس بلحظة إنه نحن ضعفاء، ما لنا قدرانين نعمل شيء، كل شيء أقوى مني وأنا الوحيد الضعيف، بحس حالي هيك بدائرة لحالي. ولكن بعد يوم ويومين وثلاثة أنا لازم أوقف على رجلي، كيف بتعامل مع الخطوة الأولى للخروج من الصدمة؟ تماماً، ذكرتي نقطة كتير مهمة، إنه مثلاً الزلزال هو كان ممكن إنه يسبب عند الكثير من الأشخاص صدمة نفسية، ممكن إنه تتطور معها لأنه توصل لاضطراب نفسي، اضطراب ما بعد الصدمة. وصنف أكيد الكوارث الطبيعية من الأشياء اللي ممكن إنه تعمل عند الأشخاص صدمة نفسية، وشفنا مثلاً الزلزال هو كارثة طبيعية لأول مرة تقريباً الأشخاص عم تشهدها، فإجباري بدها تترك عندهم صدمة. بنرجع لهي الحالة، الأشخاص اللي كانت بالزلزال بعد فترة يمكن بعد أسبوع، أكيد بالأسبوع الأول كان عندها قلة نوم، عندها اضطرابات خوف وهلع وتوتر، هذا الشيء أكيد سببه الزلزال، ولكن في أشخاص قدرت تتعامل مع هذا الموضوع، رجعت لحياتها بشكل طبيعي، في أشخاص وصلت معها لمراحل كتير صعبة ولليوم يمكن هي عم تعاني من المشاكل أو الشيء اللي خلفه الزلزال. أكيد في ردود أفعال طبيعية وردود أفعال أولية ممكن الشخص أنه يقوم فيها بالمرحلة الأولى، أنه هو شو هي الرد الفعل الأولي؟ أكيد صراخ، بكاء، الحالة الطبيعية طبعاً. وأنا هون بدي أقول في أشخاص لك أنه أنا انهرت فيعني أنا ضعيفة، لا، هي خليني أقول شغلة أنه هي رد فعل طبيعي لحدث غير طبيعي تماماً. فنحن بالبدايات هذا الشيء اكيد صحيح انه الفرد ممكن انه اكيد يعني بالنهايه هو بشر بني ادم طبيعي، عنده مشاعر، عنده قلب، فهي ردات الفعل الاوليه فهي طبيعيه. بس ايمتى بتصير معقده؟ وقت اللي الانسان بيحملها زياده، وقت اللي بحس انه انا لحالي بهي الخساره. نحن دائما نقول تعاطف مع ذاتك، وعناصر التعاطف مع الذات صنف من يعني الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، قالت انه اول شيء يعني المشكله اللي انت فيها هي مشكله واجهها كثير اشخاص قبلك، يعني انسانيه مشتركه مقابل العزله، انه انا الشيء اللي اليوم عم بتعرض له غيري سبق وتعرض له، بس كان هو عم بيواجهه بثبات. يمكن شوف مصيبة غيرك بتهون تماماً عليك مصيبتك، هي يعني هي تشبه نفس هيك شيء تماماً، هي من نفس المعنى إنه أنا يمكن في ست منفصلة عن زوجها، فهي بتعتبر إنه بس هي الست الوحيدة، بس هي أول ما تجرب تفتح الباب وتطلع بتلاقي إنه فلانة كمان انفصلت عن زوجها. فهذا الشيء نعطيه دائماً إنسانية مشتركة مقابل العزلة، يعني أي شيء اليوم أنا عم بتعرض له غيري ممكن يتعرض له، بكرة كمان تماماً أشخاص ثانية ممكن إنه تتعرض. بيقولوا إنه الشخص صدمة ورا صدمة ببطل بحس، يعني بالعامية نحن ممكن نتأقلم، خلص صرنا بنعرف الترتيبة إنه نحن حننصدم، نزعل، حنرجع نوقف. قديش هذا الشيء بيأثر على سلوك الإنسان نفسياً واجتماعياً مع تعامله مع الأشخاص، مع ثقته بالناس؟ هلأ قديش بيأثر بطريقة سلبية أو إيجابية؟
طبعا هلا السؤال كثير حلو والنقطة اللي رح نحكي فيها كثير مهمة. في ناس بتقول لك انه انا كثرة تعرضي لهي الصدمات كسرتني، وكل صدمة كانت عم تكسرني اكثر. صح. بالمقابل هذا الشيء اكيد ما بنقدر نعممه لانه في هيك وفي هيك. في اشخاص بالمقابل بتقول لك بالعكس، انا كانت كل صدمة كانت هي عم تكون درس او خبرة بهي الحياة. اكيد بنعرف وقت اللي بيسألوك شو معنات الحياة بالنسبة لك، في ناس لك مدرسة. صح. مدرسة لانه نحن كل يوم عم نتعلم فيها شيء جديد. صح. واكيد دائما لا تطلع من اي خسارة او من اي حدث مؤلم لا تطلع ما معك شيء او ما معك خبرة. دائما خلي كل خسارة، وفي ناس بتقلك منحول المحنة لمنحة. صح. اللي أنا أي خسارة أو أي حدث كبير أنا عم بتعرض له لا شك هو تحدي كبير، ولا شك إنه أنا ماني قدرانة أتحمله، بس في أشياء مهمة أنا لازم إني أعرفها وأعرف كيف أتصرف معها وكيف أتعامل معها. التجارب الثانية أكيد هذا الشيء ما بيجعل الإنسان بلا إحساس، بالعكس أنا بشوف إنه بيعطيه قوة أكبر. وحسب دراسات كتير قالت إنه أغلب الأشخاص اللي هن تعرضوا بحياتهم لصدمات نفسية هن أقوى من الأشخاص اللي تعرضت لصدمات خفيفة في يمكن او ما تعرضت. هلا ما في انسان اكيد ما تعرض لصدمه من قبل، ولكن تختلف شده الصدمات من شخص لاخر. وكمان شغله مهمه انه الصدمه النفسيه ما في موقف واحد ممكن يعمل صدمه نفسيه. يعني انا اليوم يمكن عم بتعرض لحادث سير، هذا الحادث ممكن انه يخليني اوصل لمرحله كثير متطوره من الاضطراب النفسي لدرجه انه انا ما عاد امرق من هذا الطريق. بينما شخص ثاني بيعمل حادث بعد يومين ثلاثه بيرجع بيروح لنفس المكان وعادي. فالموقف بحد ذاته هو ليس صدمه، ولكن ادراك الانسان وطريقه تقبل الموقف هو اللي بيعمل له صدمه نفسيه. تماما. يعني فاطمه معلومات كثير مهمه قدمت لنا اياها اليوم، شكرا كثير لوقتك ولوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا للاستضافه اللطيفه. اهلا وسهلا فيكي. شكرا. هلا صار الوقت نروح لعند الشيف بوشا لحتى نشوف اللي مسخن الفلسطيني بطريقه كثير ظريفه ولطيفه. اكيد تفضل. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم. اليوم وصفتي هي المسخن، بس رح نعملها بطريقه صحيه طبعا، باعتبار انه اليوم سبت وتعودنا انه كل يوم سبت تكون وصفتنا صحيه. رح بلش بالمقادير على السريع. عندي نص كيلو من الدجاج المفروم ناعم كثير، وعندي نص كيلو من البصل المقطع لجوانح او شرائح. بالنسبه للبهارات عندي ملح وفلفل، فلفل ابيض طبعا، وعندي سماق، وعندي زيت زيتون وعصير ليمون. هي مكوناتي للوصفة اليوم، للقسم الأول من الوصفة. خلونا نبلش بالتحضير. هلأ هون أنا حطيت الطنجرة على النار لبين ما تبلش تسخن شوي، رح أضيف شوي من زيت الزيتون. هلا انا عندي بالكميه كلها عندي ربع كوب تقريبا، بيطلعوا اربع معالق زيت زيتون. رح احط نصهم هلا ورح نزل الدجاج عليه هون. طبعا احنا بنعرف انه المسخن كثير بنضيف زيت زيتون لهي الاكله، بس باعتبار انه انا بدي اعملها صحيه رح خفف من كميه زيت الزيتون، بس بنفس الوقت بدي طعمه الزيت تضل واضحه بالوصفه. فاللي رح نعمله انه رح نحط معلقتين بالاول اللي فيهم الدجاج، بعدين بعد ما تستوي عندي الحشوه تماما واطفي النار رح ارجع احط معلقتين بالاخر لحتى تضل عندي طعمه زيت الزيتون واضحه، وبنفس الوقت انا بكون ما حطيت كميه كثير كبيره. هلا هون رح تبل الدجاج بملح وفلفل ابيض، حط شويه ملح وشويه فلفل ابيض ورح ارجع اقلبهم شوي. هلا بس حسيت انه الدجاج بلش عم ياخذ عندي لون رح اضيف البصل. البصل رح يساعدني انه انا حطيت اول شيء الدجاج بعدين رح احط البصل، السوائل اللي رح تطلع من البصل رح تنكه لي الدجاج، كمان رح تعطيني طعمه كثير طيبه. يعني نحن عم نحاول انه نعطي طعمه للمسخن باعتبار انه ما كثرنا زيت زيتون، فبدي احاول انه اعطيها طعمه المسخن بس تكون الدهون كثير قليله فيها. هلا هون رح بلش هلا احط البصل. عم بستعمل نص كيلو من الدجاج ونص كيلو من البصل. طبعا الدجاج انا مقطعته كثير ناعم، مقطعته مكعبات كثير صغيره. رح اعطيكم طريقه لحتى تقطعوا الدجاج وخصوصا الشرحات بطريقه كثير سهله ما تعذبكم. احنا بنعرف انه تقطيع الشرحات بيكون صعب خصوصا انا اذا جايبته تازه، فشو بعمل لحتى يسهل علي التقطيع؟
بجيب الشرحات بنظفهم وبحطهم بالفريزر لبين ما يجمدوا عندي لوقت الاستخدام. هلا وقت الاستخدام تقطيعهم وهن مجمدين يطلع اسهل بكثير من اني اقطعهم وهن تازه. ونحن بالعاده يعني يمكن بنجيب كميات من الدجاج ممكن نحطها بالفريزر لحتى نستعملها خلال الاسبوع مثلا. فانا مثلا لما بدي اعمل اكله مسخن او اي اكله بتحتاج انه انا اقطع الدجاج فيها كثير ناعم بحطها بالفريزر وهي وجامده بقطعها بيصير التقطيع اسهل بكثير. هلا اكيد هون رح تاخذ وقت البصل لبين ما يدبل لبين ما يستوي ويتكرمل ولبين ما يستوي الدجاج رح ياخذ عندي شويه وقت. رح اضيف معاهم هلا السماق، عم بستعمل معلقتين كبار من السماق. وبعد ما تخلص عندي الحشوه وتستوي رح ارجع احط كمان كميه من السماق الاضافيه، هي بترجع حسب انا قد ايه بدي طعمه السماق تكون واضحه وتكون الحشوه حامضه. في عندي بالمكونات كمان ربع كوب من عصير الليمون، العصير الليمون انا بستعمله حسب حموضه السماق، يعني اذا كان عندي السماق حامض ما في داعي لاضافه عصير الليمون لانه الحموضه رح تكون كافيه، بس اذا انا بدي اياها تكون حامضه اكثر ممكن ساعد بربع كوب من عصير الليمون، رح احطه اخر شيء بعد ما يستوي الدجاج. بالنسبه للمكونات الثانيه كمان اللي رح استعملها انا، اللي هو المكون الوحيد اللي بقي، الخبز. عم بستعمل انا خبز، اكيد الخبز لازم يضل مغطى لوقت ما بدي لف فيه حشوه المسخن. عم بستعمل خبز نخاله وشوفان، خليط بين النخاله والشوفان. اذا بدنا نحكي ككالوريز بين الفرق بين الخبز الاسمر او الخبز الشوفان النخاله خبز الشعير او الذره وبين الطحين الابيض، هلا هن ككالوريز هن نفس الشيء، يعني الكميات بتعطيني نفس السعرات الحراريه، بس الفرق بهي الانواع من الخبز اللي نحن بنستعملها بالحميات بالانظمه الغذائيه انه الخبز النخاله او الشوفان اكيد فيه الياف اكثر، وهذا الشيء بيساعدني انه يضبط لي مستويات السكر بالدم، يحسسني بالشبع لفتره اطول، فمشان هيك دائما نحن بنروح لهيك انواع من الخبز بالاكل الصحي. هلا انا رح اترككم تابعوا باقي الفقرات مع الصبايا لبين ما تستوي عندي الحشوه، اكيد بالفقره الثانيه رح نشوف كيف رح نلف رولات المسخن ونحضر صوص الطحينه اللي رح نقدمه جنب وصفتنا لليوم. يا سلام، اليوم في شغله زياده ما بعرف انا، صوص الطحينه مع المسخن. ايه كثير طيبه بتطلع معها. يعني بعد هالاكلات الطيبين صار لازم نبلش بالرياضه الصباحيه، لهيك خلونا سوا نشوف الكوتش شو محضرت لنا تمرين لليوم. يسعد صباحكم، معكم كوتش. الإيد رح بتكون جالسة لفوق باتجاه الرقبة، يعني باتجاه
الرقبة لقدام أو حسيت أنه أنا مش قادرة أني أرفع إيدي لفوق بهذا الشكل والكوع يقفل معي مزبوط، فمعناتها أنا بيكون في عندي تكلس بسيط بمنطقة. عشر، 12، 13، 14، 15 مثل ما شفنا عم بنزل فيه لا تم المعدة أو تحت بشوي. هيدول هن كانوا تمارين لليوم، هن تمارين عن جد سهلين، بتمنى أنكم تكونوا حبيتوهن، وأكيد رح نتناول تمارين جديدة ومتنوعة بحلقات جديدة لألنا. شكرا كثير على حسن متابعتكم، وبشوفكم أكيد بحلقات جديدة لألنا. يسعد صباحكم عن جديد. انطلاقا من دراستهم بمجال هندسة العمارة، صبيتين حبوا يستثمروا هوايتهم بصناعة الحرف اليدوية ويأخذوا كمشروع لهم ليحافظوا فيه على الصناعات التقليدية، وبنفس الوقت بيضيفوا لمسات جمالية معاصرة بتعبر عن وقتنا. وفعلا اليوم قديش حلو تجسيد الدراسه الاكاديميه بالمهنه يلي عم نشتغل فيها. تماما ماري، وخاصه يعني اذا كانت بالحرف اليدويه يلي بتتطلب مهاره عاليه واتقان كثير كبير، وبتحتاج للتركيز والخيال وايضا الابداع. هذا الشيء اكيد بضيف لمسات خاصه لكل تصميم منتجات جماليه متنوعه ومميزه رح نشوفها سوا هلا، ونحكي عنها اكثر، ونحكي يمكن عن هالحرفه اكثر مع ضيوفنا مهندس ستي العمارة سارة فرعون وزينة أورفلي يلي صاروا معنا بالاستوديو. صباح الخير سارة وزينة. أهلا وسهلا فيكم. بداية زينة، يسعد صباحك، خليني بلش معك. تمام. شو اللي خلاكم تختاروا هاي المهنة بالذات، وكيف اجت الفكرة؟ تمام. هلا نحن كسوريين كثير بنفتخر بالحرفيين الدمشقيين يلي عنا، والاتقان والابداع اللي بيقدموه بشغلهم، بس للاسف هلا بسبب الظروف ناس كثير اهملت قيمه هدول الصناعات التقليديه، فنحن حابين انه نرجع نستثمرهم بطريقه جديده، بطريقه معاصره، بنرتب الجيل الجديد اللي هو يعني غاب تماما عن هدول الحرف، ونرغبهم بطريقه جديده ومعاصره لنعطي تصاميم حلوه، وبنفس الوقت نرجع نستثمر الحرفيين اللي هن شغفهم انه يشتغلوا بهذا المجال. للاسف هلا كثير خفت يعني العمل بهذا المجال بسبب الظروف اللي هلا صارت. تماما. عم نشوف يمكن هيك بلشت تندثر هي الحرف. تمام، بلشت تنطرد. حابين ترجعوا؟ تمام، نحن حابين نرجع نحييها مره ثانيه بطريقه جديده نحبب العالم اكثر فيها. كثير حلو انه صبايا باعماركم يكونوا عم يفكروا بهي الطريقه، يعطيكم الف عافيه. والشيء اللي عم نشوفه عن جد كثير مزوق. ساره خلينا نحكي شوي كيف عم تشتغلوا هي القطع، من وين بتجيبوا الفكره، كيف يعني هيك
هندستها كلياتها كيف عم بتصير؟ هلا هو مثل ما ذكرتي نحن بنشتغل بطريقه هندسيه، يعني بتبلش الفكره معنا بسكتش مثل ما بنشتغل اي مشروع هندسي بس على مستوى مصغر. بتبلش بسكتش اول شيء، بعدين نحن بنرسم القطعه مثلا على الاوتوكاد، بناخذ قياساتها بالضبط، بعدين بنرسمها على برامج ال 3 دي اللي هي النمذجه لحتى نحن نقدر نشوف القطعه من كل الجوانب. حلو. وهذا الشيء بيساعدنا انه نحن يعني نتواصل اكثر مع الحرفي او الشخص اللي عم ينفذ القطعه. فهون في معي رسمه مثلا، نحن عاملين هون علبة المحارم هي التصميم تبعها وهي هلأ موجودة عنا، فهذا الشيء بيساعدنا أنه نحن نشوف القطعة من كل الجوانب، بيكون في عنا فكرة أنه كيف بدها تطلع هاي القطعة. أنا رح ساعدك شوي، انتم متخيلين الفكرة تماما تبع هيدا الظريفين، بورجيكم كل مشان نورجي التفاصيل. طيب أوكي رح ورجيكم إياها هلأ، نشوف كيف الصورة يلي هي مع سارة وكيف فعليا طلعت النتيجة تماما مثل ما هنن مفكرين متخيلين. واو قد ايه حلو انه هيك انت خلص فهمانه كل شيء، يعني وقت عم تحكي مع شخص حرفي عنده خبره كثير كبيره وانت صبيه صغيره، فانت خلص واثقه من حالك واثقه من كل تفصيل ممكن عم بتخبري عنه. تماما. خليني ارجع لك زينه، دائما بيقولوا انه المحبه بتكون ظاهره على القطعه المشغوله، او بالعاميه بنقول نحن بنطلع كل الحب والشغف تبعنا في القطعه اللي نحن عم نشتغلها. شو اللي بيميز اليوم زينه وساره قطعهم عن بقية القطع الثانية؟ تمام. هلأ نحن أول شيء طبعاً مثل ما ذكرتي أي شيء بينعمل بحب بيوصل فوراً للقلب. أكيد. بس كمان في هي الروح الحرفي وقت اللي بيشتغل بالقطعة كأنه يعني قطعة شيء منه يعني من روحه، فهو وقت اللي بيشتغل فيها بإتقان بصبر بجهد وتعب طويل، وطبعاً أكيد في متابعة، هي أهم شغلة إنه نحن منتابع كل تصميم من أول ما تطلع الفكرة لاخر شيء للتفصيل للفينشينج تبعه يكون تمام ظابط 100%. ففي فكرنا الهندسي انا وساره كمان بنضيفه على كل قطعه. طبعا بالاخير نحن كمان غير الحرفيين نحن حابين هذا المجال وحبيناه اكثر، عشان وقت اللي اشتغلنا وشفنا الاتقان تبع الحرفيين فصرنا يعني كان صار عندنا حب اكثر لهذا الشيء، صرنا نحن كمان وقت نصمم يعني بكامل الاخلاص والحب وبشغف. طبعا اكيد تمام. ومنضيف الافكار تبعنا على القطع هدول. زينه دائما يعني قد ما كانوا انتم مو قرايبين، انتم رفقات بس اكثر من اخوات، الله يخليكم لبعض. دائما وقت الشخص هيك يعني قد ما كان قريب للشخص الثاني وافكاره متناسقه مع بعض اذا فينا نقول، دائما في نقطه اختلاف. اكيد. يعني لا انا بشوف هيك اجمل، انا هيك ذوق، هي بالاخير يعني ما في ذوقين اكيد بيتشابهوا مثل بعض 100%. فكيف عم تشتغلوا على هي القصه انه انا وقت انا وزينه او انا وساره بدنا نعمل تصميم معين، كيف بدنا نتفق على كل النقاط؟ تمام. هلا ساره بتحبي انت تجاوبي؟ هو يعني هو يعني نحن يعني نحن عم نشتغل مع بعض من زمان، يعني من اول ما تخرجنا دخلنا كذا مرحله وكذا تجربه عمل، فصار في تفاهم بيناتنا اول شيء. ثاني شيء في عنا توافق بالذوق انا وزينه، وتماما موضوع الاختلاف اللي انت ذكرتيه انه نحن في وحده منا مثلا رايحه على الشيء الحديث على الترند، انه بدنا ندخل ترند والشيء الحديث، والشخص الثاني انه مثلا لا نحن بدنا نحافظ على الهويه التقليديه، بدنا نشتغل على هذا الاساس. فنحن هون بصير في عنا التكامل وبنبني على افكار بعض، يعني الاختلاف عم يعطي نتيجه ايجابيه. تمام. اختلاف قوه. تمام. كيف كانت الناس عم تتفاعل معكم إن كان الجيران رفقاتكم بالجامعة، كيف عم تصدروا هذا الشغل اللي كتير حلو؟ شكرا لك. هلأ الحمد لله إنه الناس عم تشوفه إنه عم يبين شيء جديد، يعني كلهم عم يقولوا إنه واو إنه هذا الشيء جديد أول مرة منشوفه، وكمان عم بيبين إنه في فكر هندسي مو بس موضوع. أكيد طبعا نحنا كتير نتشكر الحرفيين اللي عم نتعامل معهم، لأنه نحنا بدونهم ما كنا وصلنا لهالنتيجة الحمد لله. كمان ففي موضوع إنه الخطوط الهندسية بيبين إنه نحنا اللي عم يشتغلون هن مهندسين، مو بس إنه بس كحرفة، يعني في تجمع بين الحرفيين والهندسيين لحتى طلع هاي النتيجة. تمام. فالحمد لله يعني فضل الله الناس يعني معجبين بالقطعة تبعنا وعم بيشوفوا انه في شيء، في تغيير، يعني في كسر للنمط اللي
التقليدي اللي يعني لهلا في ناس عم تشتغل فيه اللي عم نشوفه بالسوق. تمام، نحن عم نعمل شيء جديد. تمام، وانا فخوره فيكم جدا ومعجبه بهذا الشغل يلي عم تقدموه. ما بعرف اذا الكاميرا قدرت تاخذ الكثير من التفاصيل يلي موجوده معنا، بس عن جد شغل بروفيشنال هيك يعني من الاخر. يعطيكم الف عافيه وشكرا للحرفيين السوريين يلي نحن بنفتخر فيهم يلي ساعدوكم بتشكيل هاي القطع. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم عن جديد، وخلونا نكمل وصفتنا. هلا بالقسم الثاني رح نحضر صوص الطحينه اللي رح نقدمه مع المسخن. عندي هون كوب من اللبن، رح احط عليه كل المكونات واترك الطحينه اخر شيء. مكوناتي هي عندي رشه ملح، عندي فلفل ابيض، وكمان من البهارات عندي كمون. تقريبا رح احط نص معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من البابريكا. بابريكا حلوة حدة، هي بترجع حسب انتو شو بتحبوا. وعندي هلأ دائما انا لما بدي اعزز نكهة الليمون بأي وصفة بحب ضيف برش ليمون. عندي هون برش نص ليمونة وعصير نص ليمونة كمان. خليني اخلط هدول اول شيء. رح ضيف عصير الليمون، يعني لهي المكونات مثل ما قلت عصير نص ليمونه مع برش نص ليمونه بيكون كافي لحتى تعطيني الحموضه اللي بدي اياها. عندي هون تقريبا رح احط كمان حبه ثوم. هلا الثوم هو اختياري، يعني اللي ما بحب الثوم فيه انه ما يحط الثوم بهي الوصفه، بس كثير بتعطي طعمه طيبه للصوص. اخر شيء رح بلش نزل الطحينه وانا عم بخلط. هلا كميه الطحينه هي نص كوب لكوب اللبن، هي كافية لحتى تعطيني القوام المنيح المناسب وبنفس الوقت الطعمة الطيبة. وما بنكون كترنا طحينة لأنه بنعرف الطحينة هي فيها نسبة دهون كتير عالية، بس يعني هي أكيد مكون كتير صحي غني بالكالسيوم أكيد، فيعني إضافته رح تغني لي الطبق. هلأ هون صوص الطحينة عندي صار جاهز، أكيد رح خليه بالبراد لبين ما يصير وقت التقديم. هلأ بالنسبة للمسخن رح قيم هدول، ما عاد بدي اياهم أنا. كيف رح نلف رولات المسخن؟ مثل ما قلت انا الخبز دائما رح خليه مغطى حتى وانا عم بشتغل فيه. طبعا الحشوه بعد ما استوت حطيت لها الليمون، عصير الليمون، وحطيت لها زيت الزيتون الاضافي اللي نحن تركناه بالقسم الاول. رح بلش بالخبزه. هلا كميه الخبز بالنسبه لكميه الدجاج او الحشوه هي بترجع حسب انا قد ايه مسمح لي اخذ كميه من النشويات، يعني هي بترجع ممكن انا كتر حشوه بهيك حاله وقلل كميه الخبز او خليها يعني انه متوازنه. رح اشتغل بايدي لحتى اقدر افردهم. رح لفها، رح احطها بصينية الفرن. أكيد رح فوت المسخن على الفرن، بس قبل ما يفوت على الفرن شو رح نعمل؟ رح نحط بالفرشاية مسحة صغيرة من زيت الزيتون، يعني ما بكتر، هي بس لحتى تعطيني لمعة وتعطيني طعمة، بس أكيد ما رح كتر لأنه نحن يعني من الأساس من بداية الوصفة ما حطينا كتير زيت زيتون لحتى ما تكون عندي نسبة الدهون عالية. وأكيد رح زين بشوية سماق. ومثل ما قلت يعني انا مثلا هذا الرول عملته كبير، انا ممكن الرول اقسمه لنصين. خلونا نعمل واحد ثاني نقسمه لنصين، فرجيكم كيف رح يكون كمان طريقه التقديم. كمان رح احط الحشوه. هلا هون يعني انا عم حط تقديريا، بس مثل ما قلت يعني
كمية الخبز هي بتختلف من حمية لحمية، يعني أنا ممكن يكون مسموح لي أكل قطعتين مثلاً من نفس حجم هذا الخبز، أو ممكن إنه قطعة واحدة، فبهيك حالة يا إما بخلي الحشوة هيك متوازنة أو ممكن كتر الحشوة شوي، رح لفها بعدين رح أجيب السكينة بقطعها بالنص، وهيك بيكون صار عندي قطعتين أصغر. كمان نفس الشيء رح أعمل لهم مسحة من الزيت وحط لهم شوية سماء على الوش، وما بكتر الزيت وأنا عم بدهن على الخبزة، نحن بس بدنا إنه يعني الطعمة تطلع واضحة طيبة وبنفس الوقت تعطيني لمعة، بس إنه أنا ما بكون كترت. ورح حط رشة من السماء كمان عليهم. هلا انا رح كمل خبزاتي ورح كمل الحشوه كمان ورح احطهم بفرن. الفرن هلا انا شغلت الفرن وحطيته على اعلى شيء عندي هون، حراره الفرن يعني تقريبا بال 220 لحتى ما ياخذوا وقت طويل بالفرن. رح احطهم تقريبا 5 دقائق، مشغل الفرن من فوق ومن تحت بس لحتى يتامروا شوي، وبعدين رح طلعهم. اكيد بنهايه الحلقه رح نشوف كيف رح نقدم طبقنا لليوم، لوقتها رح اترككم مع الصبايا تابعوا باقي الفقرات وبنرجع بنهايه الحلقه. اكيد يعطيك العافية يا شيخ. مبدئيا أنا جعت. إيه؟ ريحة على الرواية تقاوم لأنه صراحة يعني. شكرا شيخ. ماذا لو أعطينا المدينة وعيا إنسانيا لتكتب يومياتها؟ في فريق من الشباب جسد هي العبارة ضمن عرض بصري مختلف الظواهر واللقطات العمرانية عن المدينة. تماما ماري، هذا الشيء طبعا صار ضمن معرض بعنوان معلق بصالة جاليري زوايا، ويلي جمع الكتاب وعدة أشكال من الفنون البصرية والسمعية وأبهر كل من شاهده. تفاصيل أكثر بهالتقرير. خيالي بس هو بالنهايه عم يعكس واقعنا. مورفولوجيا عالقه انا كانت يعني المفضل عندي. العناصر تصبح كائنات حيه عندما نمنحها صوتا. نحن جزء من المدينه وهي كمان جزء منا. هالعباره جمعت كذا شاب وصبيه من اختصاصات مختلفه ليشكلوا باسلوبهم الخاص عرض بصري غير مالوف للحضور بعنوان معلق بجاليري زوايا بدمشق. هي مدينة جرمانة، بتخيل الكل بيعرفها، فكانعكاس عن هاي المدينة كفريق اشتغلوا بهذا المشروع كنا شايفين انه هي عم بتعيش ايام معلقة برزنامة، ما منعرف نحن وين، ما نعرفانين لوين رايحين، ما نعرفانين كيف بلش اصلا هذا الوضع يتطور. فهذا سبب اختيار الاسم، لانه الانستوليشن هو بيعبر عن يوم خلال حياة هاي المدينة بهذا الوقت، يعني بهاي الفترة اللي 10 سنين اللي مرقنا فيهم. آخر شيء هون باللوحات هي مثل كوميكس، يعني تحولت لرسومات. في تفاصيل تانية في الفيديو، في الشخصيات اللي هن مثل لما بتكوني بالمسرح أحيانا بيعملوا بورتريهات للممثلين، فنحن كمان حاولنا ننقلهم لهدول الشخصيات اللي هن مثلا ممكن تلاقي خزان، ممكن تلاقي بناية، هن هدول شخصياتنا، فحاولنا نرسم لهم بورتريهات. يعني فكرة الآن سيارة كانت كثير هيك غريبة لما طرحت المشروع علينا بفكرة كيف نقرأ المكان. هاي العبارة تحديدا كانت هيك يعني قادرة أن تاخذنا لمكان كثير بعيد. فاستنادا أنا لدراستي المعمارية وخلفيتي كعملي بالكتابة قدرت أنا هيك يعني كون شخصيات معينة، نفكر بكيفية ربط هاي الشخصيات اللي في فريق كامل عم يشتغل عليها، وتكوين نسق معين بهذا الكتاب لنطلع بمقترح نوعا ما يحكي يوميات هي المدينه، باعتبار هي الاشياء الماديه او هي المكونات اذا نحن منحناها صوت ممكن تصبح كائنات. النصوص اللي استخدمت كانت فيها يعني مجموعه انواع، في نصوص مسرحيه، في كتابه يوميات، في نوع من التقرير، في نوع من المشاهد الوصفي. ف نوعا ما انا النصوص اللي قدمتها كانت في اطار الكتابه المسرحيه، فهاي الحوارات بالمدينة أو هاي الحوارات بين المكونات كانت كثيرة بأنه نحن تطلع يوم معين من هذا الزمان والمكان اللي نحن عايشين فيه بجرمانة مو عارفين
إذا هل فعلا هذا اليوم واقعي أو خيالي. بداية كانت الفكرة عن الأشياء المادية بجرمانة إذا حكيت، فأنا اخترت أكثر بالقصة اللي شاركت فيها بالإنعكاس الأول، اخترت أكثر عنصر ممكن يكون قصته مؤثرة اللي هو الشجرة، لأنه بجرمانة ما عاد في شجر وقل كثير يعني عدد الشجر، فاخترت إني أكتب عن شجرة جوز ومشيت بحياتها من وقت ما ولدت لحتى صار فيها يعني جوز وصارت تشارك بالخطاف وكذا، بعدين لحتى صار في عمران بالمدينة وقتلوها للشجرة. بالانعكاس رح حكي عن مشاركتي الثانية اللي هي القصص المصورة، هي فينا نسميها الانعكاس الثالث اللي هو تحويل القصص اللي انشغلت بالانعكاس الأول لقصص مصورة، وتصوير هاي الفضاءات اللي اخترعت بصور illustrations يعني. هالمعرض هدفه ياخذ الزائر لرحلة بصرية مختلفة وبأشكال متعددة باختلاف الأسلوب، وكمان بطريقة بتتشابه مع دفتر يومياته يلي بيقضيها يومياً في ضجيج المدينة. الطول هو هبة بيحصل عليها الشباب من المراحل العمرية الصغيرة خلال مرحلة البلوغ، ولأنه طول الشخص بيتحدد مع نهاية هاي المرحلة تقريباً بيصير بيتساءل لكثير من الأهالي وتحديداً فئة الشباب، أنت بيتوقف الطول عند الذكور وعند الإناث؟ عن جد هاي الأسئلة اللي دائماً الأهل بيكون هيك عندهم إشارات استفهام حواليها، وبالحقيقة من غير الممكن أنه نحن نحدد سن معين بتوقف فيه النمو، ولكن بشكل عام الإشاعات كثيرة عن هذا الموضوع المتعلق بالبلوغ عند المراهقين مع طول القامة المستقبلي، يعني هاي التفاصيل كلها ممكن نحن نعرفها ونبطل في عنا أساساً إشارات استفهام. نأخذ معلومات صحيحة مع دكتور زياد زودة الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك مشكين، أهلين ميري معك. دكتور، شو هي تفسير الحالة؟ كل ما زاد البلوغ المبكر، حالات البلوغ المبكر، كل ما صار في انغلاق بالمشاشات العظمية يلي ممكن تأثر على كسب الطول. تماما، نحن ميريمار بكل مفصل من مفاصل عنا غضروف، هو بيعطي لجهتي المفصل بيعطي طول. في علاقة كتير بين انغلاق المشاشات، بين ما تحول هي الغضروف لعظم وبين البلوغ. الهرمونات الجنسية يلي بتصير وقت البلوغ هي بتأدي بعد ما بيبدأ البلوغ بسنة لسنة ونص حد أقصى لأنه يوقف طولنا. كل ما بكر البلوغ أكتر كل ما انغلقت المشاشات وتحدد طولنا بعمر أصغر. هي شغلة كتير مهمة، وعالميا كل يعني معروف انه الرياضيين المحترفين بتاخر عندهم البلوغ، لانه الرياضه شغله كثير مهمه لتاخر يصير عندنا بلوغ. زياده الوزن بتسرع بالبلوغ، كل ما اكلنا اكلات جاهزه فيها سعرات حراريه اكثر كل ما تسرع بلوغنا اكثر، يعني كل ما قعدنا ما عملنا رياضه وكل ما اكلنا، وهذا اللي عم بيصير مع اطفالنا صح، عم ياكلوا اكلات فيها سعرات حراريه كثير، ما عم يتحركوا كفاية، وفي عامل وراثي بيلعب دور. صاروا ثلاث شغلات بيساعدوا انه يصير عندنا بلوغ ابكر وابكر، وبالتالي بيوقف طولنا بعمر اصغر واصغر. تمام دكتور، تحديد وضع المشاشات العظميه يمكن من خلال الصوره شعاعيه ممكن يكشف هذا الشيء عند الطبيب المختص، ولكن الاهل بجوز كتار ما بيعرفوا بهذا الموضوع، ما بيعرفوا انه هن ممكن لازم يلجأوا لطبيب مختص. هل في اعراض معينه ممكن تظهر على الصبيه او الشاب بعمر معين بتدل الاهل انه في بلوغ مبكر نحن لازم نستشير مختص؟ نحن مشلين علامات البلوغ هي لازم تكون واضحه عن كل مشاهدينا، يعني بس انه يصير عند البنت يبدو الثديين يبزغوا، بس يطلع شعر بالمنطقه العانيه، بس يطلع شعر تحت الأبط، بس يطلع شوية حب صغير بالوش، بس يصير ريحة تعرق المراهقة أو المراهق مثل ريحة البالغ. تمام، هي كلها علامات بتوجهنا لعند الشاب. كمان بس يطلع شعر بمنطقة العانية، بس صوته يبلش يتغير، بس يطلع كمان حب بوشه وريحة تعرقه، كلها هي علامات معناتها في بلوغ. هو العمر الطب
في بدايه تفضل. نحن ما لازم ننتظر ميشلين يعني دكتور اجتها صارت اجتها الدوره الشهريه، يعني ما بتجي الدوره الشهريه بين يوم والثاني، في علامات في تحضر بتدل على هذا بتدل الشيء. على ضوء نحن نشتغل تمام. دكتور هو العمر الصحيح للبلوغ شو؟ هلا الحقيقه ميشلين نحن سابقا اجدادنا كانوا يتاخروا مو قبل ال 15 16 عند البنات، مو قبل ال 14 15 عند هلا جيل مختلف، لانه كانوا ياكلوا خضره كثير كثير وكانوا يتحركوا كثير، وفي اعتقاد خاطئ وشائع انه نضل نطول ال 18، لانه كانوا اجدادنا يتاخر بلوغهم بسبب انه نمط حياتهم، كنا عم نقول الرياضيين المحترفين، وكانوا اجدادنا كلهم يتحركوا كثير تماما، ما كنا نقعد كل الوقت واتساب وانستغرام وشاشه كمبيوتر، يعني كله هي ما لنا رياضه، هي بالعكس بتعمل تغيرات هرمونيه، اضطرابات هرمونيه بتسرع بالبلوغ، هي وعدم النوم بكير كمان شغله كثير مهمه، النوم بيساعد انه هرمون النمو بينفرز بالليل. تمام كان بدي ركز على هي النقطه، انه قديش ممكن تاثر هي المشكله على نمط حياه الطفل اذا بدنا نقول، معناها لازم اليوم الام يعني هي من الطفل بس هو عم يكبر تعمل له نظام حياه صحي عشان هو ما يتعرض لهذا الشيء بسن بكير. ميريمار دائما الاولاد بيقلدوا الاهل. يعني بيجوا لعنا دكتور انا ما بحب الخضره، ابني ما بياكل خضره، كيف بده ياكل خضره اذا انت ما بتحبي الخضره؟ صح تماما. يعني كثير مهم انه نحن نعود اولادنا حتى من الصبح بدل ما نجيب كرواسون وانينه كولا من الصبح اللي عم نشوفه وبيتزايه. صح تماما. شقفه خبزه مثلا بيضه مسلوقه، جبنه مشلله، منقطع خيار، هلا صار خيار بلدي، بندوره، خس ملفوف، يعني تبوله الظهر، محاشي يالونجي، المساء نفس الشيء، نعمل سلطات بكل انواعها، يعني ناخذ كوب لبن، ناخذ فاكهه، يعني هذا النظام الصحي المتوازن يلي لازم كلنا نمشي عليه. تمام، دكتور حكينا عن صوره للمشاشات العظميه هي ممكن تكشف النمو الباكر عند المراهق اذا فينا نقوله، لكن هل في فحوصات ثانيه بتاكد هذا الشيء؟ نحن الهرمونات الجنسيه هلا اكثر شيء ميشلين الغده اللي موجوده بالراس اسمها الغده النخاميه هي اللي بتعطي امر للخصيتين عند الشاب وللمبايض عند البنت. تمام. اذا الاف اس اتش نحن دائما بنقول على تي اس اتش كل حلقه من حلقاتنا عن الغده الدرقيه، وعلى فكره طالما حكينا على التي اس اتش كمان قصور الغده الدرقيه لو كان بسيط بيسرع بالبلوغ اذا ما تعالج. الاف اس اتش بيطلع من الغده النخاميه بيكون اعلى من 2.5. الاستراديول هذا بيطلع من المبايض بيكون كمان مرتفع. تمام. بتحليل دم فينا نعمل ايكو للحوض ونشوف حجم الرحم، هل هو طفولي؟ هل هو اكبر من الحجم والعمر الطفله؟ تمام. المبايض فيهم جريبات ولا خالين من جريبات؟ يعني في عندنا علامات خلينا نقول موضوعيه بالايكوغرافي وبتحليل الدم بتاكد بتوجهنا. كمان للصبي نفس الشيء، كمان تحاليل دمويه للاف اس اتش للاستراديول كمان بتوجهنا. والصوره العظميه صوره للركبه والكوع تعطينا فكره عن عمر العظم، احنا عمرنا الزمني بنعرفه من وقت ما بنولد لهلا. تمام. بس عمر العظم بيتحدد بصوره شعاعيه للركبه وللكوع اليسار. تمام. دكتور دائما بيقولوا لنا انه خلص ما تخافي معك ل 18 لتوقفي تطولي اكثر، والشاب نفس الشيء، شو هي المعلومه الصحيحه؟ وفي قصص بتقول انه لا البنت مع ل 19 الشاب ممكن ل 22، شو هي المعلومه الاصح؟ ماري مار نحن كنا عم نقول انه ما في علاقه، ما في يعني العمر كل ما بلغنا ابكر كل ما سكر عظمنا بعمر اصغر، ما حدا بيبلغ ب 18 ما حدا بيبلغ ب 19، انا بدي اجيب لك اياها يا دكتور عمرها بس 17.5، اذا بالغه من سنه ونص مع 6 اشهر ما صاروا 18 او مع جمعه. هي المعلومه الشائعه بين بالمجتمع، المعلومه الشائعه بس الغلط، وحتى بعض الاطباء ما بيعرفوا انه يعني مع احترامي لكل مين عم يشوفنا، كل ما بكر بلوغنا كل ما وقف طولنا بعد ما بيبدا البلوغ بسنتين حد اقصى، عشان هيك اي عمر لازم نراجع فيه طبيبنا. نحن وقت نروح ناخذ اطفالنا لعند اطباء الاطفال عشان يعطوا لقاحات ويقيسوا الطول ويقيسوا كمان محيط الجمج بالراس، يبين الطول، اذا بعتوا على الروضه
إذا هو أقصر من رفقاته بالروضة، في شيء واضح. بعتناه على الحضانة أقصر من رفقاته بالحضانة، كل علامات هي بتوجهنا ما بدنا ننتظر، لا بكير معه وقت لسه، ما معه وقت. تمام. كل ما بكرنا كل ما ساعدنا طفلنا أو طفلتنا أو ابننا المراهق أو بنتنا إنه يكسب طول أكثر. تمام، هذا أكيد دورنا دكتور كإعلام، بأنه نحن يعني نحاول ننشر هي التوعية من خلال حضراتكم كمختصين لحتى الناس توعى لهي القصة. يمكن في ناس مثل ما بتقول لا معه وقت، لا لسه في ست شهور، لا لسه في كذا سنة، لساته كتير صغير على أنه نحكي هيك حكي. هذا الشيء للأسف هو موجود بمجتمعاتنا، ولكن شوي شوي عم بيقل الحمد لله. إذا تم تشخيص حالة بلوغ مبكر، هون الطبيب شو رح يتصرف؟ بعلاج البلوغ الباكر في إبر حصراً، ما في حبوب فموية، والإبر موجودة بالعالم من أكثر من 70 سنة. تمام. إحنا ليش بنقول إنه موجودة بالعالم من زمان؟ كل ما كان الدواء قديم معناتها عم يتجرب، وكل ما كان موجود لسه معناتها هو آمن. صحيح. لو إنه له تأثيرات جانبية كان نسحب من السوق، لأن بيقولون دكتور بلكي صار مع عقم بالمستقبل. لانه هو الدواء هرمونات دكتور، هو بيقل يعني نحن الاف اس اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه هو بيحرض. هو انالوج، شو يعني مماثل بس مغيرين في حامض اميني. معناتها بيعطي امر انه توقف عند المرحله. بس طبعا. نوقف الابر، هي بتتاخذ، في ابر بتتاخذ كل 4 اسابيع، في ابر بتتاخذ كل 12 اسبوع. شو الفرق بيناتهم؟ هي كميه الماده الدوائيه موجوده بالابر. تمام. نحن مجرد ما وقفنا الإبر ترجع الأمور الفيزيولوجيا الطبيعية تمشي تماماً. وعندنا حالات عالجناها من زمان ورجعت كبرت وإجت الدورة وتزوجت وأنجبت، معناتها ما في شيء بيساوي عقم. هي كتير شغلة مهمة. هلا الشغلة الثانية بدي أكد عليها، إنه نحن إذا صار بلوغ بدنا نعطي هرمون النمو. هرمون النمو ما هو هرمون جنسي. ليش بنأكد دائماً على هالنقطة؟ لانه ما بيسرع بالبلوغ. في ابر بتنعطى لسوء الحظ، يا اما الصيدلاني يا اما بعض غير المختصين بتسرع بالبلوغ. ونحن اذا سرعنا ببلوغ المراهق او المراهقه معناتها نحن خليناه يكسب طول من حق، يعني ما اعطينا شيء اضافي. طبعا. مثل انت عندك مصاري بالبنك قلنا لك خدي هالكارت حطي بالصراف وخدي صدر مصرياتي. تماما. أنا ما أعطيناك شيء من برا. تمام. هاي دكتور الحالة اللي بيكون مثلا بالعائلة في قصر قامة، فهن أنه على أساس عم يحاولوا يسرعوا من علاج الطفل بيلجأوا لأي صيدلية ومنبلش نعطي إبر لهذا الطفل لحتى ينمو، صحيح؟ تماما. نحن حتى طالما ذكرتي قصر القامة العائلي، هرمون النمو من زمان آخذ شيء اسمه FDA approved. شو يعني؟ يلي هي أكبر منظمة بالعالم يلي بتوافق على الدواء وبتعطيه approved، موافقة أنه بيساعد حتى إذا في قصر قامة عائلي. هلا بس يكون الأم تعطى قصيرة والأب تعطوا ناعمة، وخصوصاً إذا في قرابة، يعني نحن إذا بنت عمه أو بنت خاله الأمور تتفاقم أكثر، بيساعد هرمون النمو. هلا ما في شيء سحري بس بشكل عشوائي، إذا وضعنا المادي بيسمح لنا بيساعد، لأنه مكلف مادياً. نحن القيمة الشرائية بسبب الحرب بسبب الحصار لسوء الحظ من 12 سنة كل شغلة منعرف عم تنضرب ب150 و200. صح. طيب دكتور، هاي الإبر أكيد بتساعد الشخص ولا ممكن في أشخاص ما تستقبل هاي المادة بالإبرة؟ يعني أنا عن تجربة بعرف حالتين، بنوتة استفادت وطولت لقدام وبنوتة لا، كأنها ما أخذت الإبر. طيب. أبداً. اللي بدي جاوب على شقين. تمام. أنت عم تقولي الإبر، الإبر يلي بتأخر البلوغ أكيد بتأخر البلوغ. أوكي. هي آمنة ومضمونة 100%. تمام. الإبر يلي بتساعد هرمون النمو، نحن 66% من الأطفال بيتساعدوا، 66% يعني ثلثين الأطفال. تمام. إذا جانا ثلاثة اثنين منهم رح يستفادوا واحد. وطفل هلا نحن إذا أعطينا ولقينا أو أعطيناها ولقينا ما عم يستفاد أو ما عم تستفاد بنوقف. تمام. ما في داعي يعني بعد شهر ببين معنا. تمام. لازم نكسب سنتي كل شهر إضافي إذا عم نعطي هرمون النمو بشكل يومي. ليش بقول بشكل يومي؟ لأنه هو إفرازه نبضي عند الإنسان. طبعا. الطبيعي، ونحن لازم نقلد دائما بالمعالجة الفيزيولوجيا الطبيعية. هي شغلة كتير مهمة بأي شيء،
عند مريض السكري مثلا سكري نمط الاول لازم نقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه، ما نعطي الانسولين المختلط مثلا، نعطيه المديد مره بال 24 ساعه وفائق السرعه قبل كل وجبه من الوجبات. حتى على فكره اذا مريض سكري طفل سكره غير مضبوط ما بيطول، اذا عنده مرض جهازي عنده اسهالات عنده اقياءات بدنا نصلحها بعدين نعالج المشكله طبعا التانية. لانه نحن اذا في مشكله معينه صحيه رح تنعكس هالقصه بشكل سلبي على طوله، بدنا نعالج الحاله الصحيه اللي هو عم يعاني منها بعدين نعطيه هرمون النمو. تمام دكتور، ختاما هيك نصائح من حضرتك لكل الاشخاص اللي عم يشوفونا يلي اساسا يمكن عندهم مشكله عائليه او قصه عائليه بتخص هذا الموضوع يلي عم نحكي عنه اليوم، كيف لازم يتصرفوا؟ باي عمر لازم يتوجهوا هن للطبيب المختص؟ وهل في تفاصيل حياتيه لازم يمارسوها مع الطفل؟ نمط الحياه مهم كثير كثير، كل ما اكلنا خضار طازجه اكثر وكل ما تحركنا اكثر، نعلم اولادنا نسجلهم بنادي، نعلمهم يعملوا رياضه، يتعلموا هوايه موسيقيه كثير مهم، اي اله موسيقيه دول كلهم كثير بيساعدونا، لانه الموسيقى الراقيه حتى بتاثر بشكل ايجابي على هرموناتنا. ما نجيب الاكلات الجاهزه اللي فيها صبغات وفيها شو ما كانت، هي النودلز بيحطوا لها بهارات وبيحطوا لها او الكولا او العصائر الجاهزه، اذا بدنا نعطي عصير نحن نعصر له على ايدنا ودغري نعطيها. الفواكه الموسميه كثير مهمه، هدول الشغلات الاساسيه يلي بدنا ناكد عليها. اذا نحن عم نعمل هيك ونحن عم نكون مثل لاولادنا امورنا بتكون بخير، وقد ما فينا نراجع طبيبنا بعمر باكر ما امكن، ما نقول يا ريت، كل ما تاخرنا كل ما الفرص صارت اقل والحظوظ للمساعده صارت اضعف. تماما. بدي ارجع لنقطه معك دكتور، بس كم ابره ممكن ياخذ الطفل وشو الوقت يلي هو بيحتاجه؟ كم شهر؟ نحن حسب عمر الطفل ميريمار غالبا نحتاج لاربع وحدات دوليه يوميا. هلا العبوه الموجوده بالمستورد استيراد نظامي بتادينا لاربع ايام، يعني اذا اخذنا بدنا ناخذ بشكل يومي بدنا ناخذ ربع اليوم، ربع الثاني بكره، ربع الثالث بعد بكره، ربع الرابع اليوم الرابع، خلصت بدنا نبدا بعبوه جديده، يعني بدنا 8 عبوات شهريا. هلا اذا وضعنا المادي ما بيسمح لنا ممكن نعطيه بشكل استثنائي يوم ونريح يوم لو استجبنا نص الاستجابه، بس اقل من هيك اذا اعطينا ابره واحده بالاسبوع الاستجابه هي صفر، لانه نحن ما عم نقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه، افرازه عند الانسان الطبيعي هرمون النمو هو نبضي ويومي، والنوم الباكر والرياضه كثير مهمين ونوع طعامنا حتى نساعد هرمون النمو ونأخر البلوغ. تمام، شكرا كثير لك دكتور زياد على المعلومات الحلوه اللي دائما بتقدم لنا، وان شاء الله يا رب كل اللي عم يشوفونا يكونوا استفادوا. شكرا كثير لك. شكرا ميشلين وميري مار. اكثر من 7 ملايين شخص مكفوف بالعالم العربي رجعوا لحياتهم الطبيعيه بعد اكتشاف اختراع جدا مهم. هالاختراع يلي حيتيح لكل مكفوف اليوم ادراك الاشياء من حواليه مثل وكانه عم بيشوف، وحيخلينا نشوف الكفيف قادر يشتغل بالشي يلي بحبه وبيمارس كل الأنشطة يلي بده إياها يلي بتمنى إنه يتواجد فيها ويمارسها. أكيد ماري، هذا الاختراع يلي عم نحكي عنه هو نظارات السمع الذكية يلي لغت كليا موضوع الإعاقة البصرية، وبوجودها رح يلتغى إطلاق تسمية الكفيف على أي إنسان. يا رب قديش حلو هالخبر. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هالاختراع خلونا نتابع هالتقرير. أكثر من 7 ملايين شخص مكفوف بالعالم العربي رجعوا لحياتهم الطبيعية بعد اكتشاف اختراع جدا مهم. هالاختراع يلي رح يتيح لكل مكفوف ادراك الاشياء من حواليه مثل وكأنه مبصر، وهالشي بعد اختراع نظارة السمع الذكية اللي استمرت الابحاث والتجارب لاكثر من 8 سنين لحتى يتوصلوا بفضلها لطرح منتج ذكي بيعطي امكانية للكفيف وضعيف البصر من انه يشتغل بالشي اللي بيحبه ويعمل كل الانشطة يلي بده اياها، بالإضافة لأنه يقدر يعتمد على نفسه بالكثير من الأشياء بدون أي مساعدة.
هالنظارة تسمت بنظارة الأمل، وهي عبارة عن نظارة ذكية خفيفة الوزن تحتوي على العديد من الحساسات بالإضافة لوحدة معالجة البيانات الصغيرة، تنحط بالجيب وبتتم عن طريقة معالجة البيانات بهالنظارة عن طريق الذكاء الاصطناعي وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت لتمكنه من معرفة كل ما يهمه من حواليه. وتم تزويد النظارة بخدمة الجي بي اس، نظام تحديد المواقع المطور لخدمة الكفيف ومساعدته على معرفة المنطقة والشارع والتنقل بسهولة وتحديد المسافة المتبقية للوصول للمكان المقصود، بالإضافة إلى خدمة نداء الاستغاثة وإرسال الخرائط للموقع وصور من المكان اللي بيتواجد فيه، وحتى مع إمكانية إرسال رسالة للأشخاص يلي بده يلتقى فيهم لتسهيل مهمة الوصول إليه ومساعدته. كيف حركة الكواكب وشو تأثيرها على الأبراج؟ حنعرف مع نجلاء قباني. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا مدام. كيفك اليوم؟ مشتاقة. شو الألوان الحلوة؟ I love you. حبيبة قلبي. يعني بآخر لحظة بتسألني شو الأكل، مسخن فلسطيني. الجاج ولا بسرعة بسرعة. شفتوا؟ قال أنا أسرع مشان هي تاكل. يا ربكم تريدوها أنتوا. صباحكم الخيرات، يجعل أيامكم دائما خير. اليوم 10/6 يعني 10 حزيران، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها. طبعاً أول التغييرات لعطارد من مبارح، قلنا أنه رح يتغير موقعه، دخل أخيراً إلى برج الجوزاء، يعني انضم للشمس الموجودة في برج الجوزاء، الشمس للقرار، عطارد للسفر والأوراق، وهذا جيد لكل ما يتعلق بسفر أوراق عقود لمواليد الهواء عموماً، وبالتأكيد لمواليد برج الأسد، لمواليد برج الحمل، مواليد الميزان. يعني هدول الأبراج مرتاحين بهي الفترات وممكن يكون عندهم شيء قصة مهمة. ما زال المريخ يتقدم إلى جانب الزهرة، 2 في برج الأسد، الزهرة للحب والعواطف والعلاقات والصداقات، والمريخ للطاقة والحماس، 2 في برج الأسد. أول أخباري لحزيزنا مولود برج الحمل، اليوم ماله خلاق ياخذ ويعطي، في فتور يمكن عم بيخيم على علاقاته، او اليوم عم بتفضل العزله، حاطط راسك بكمبيوترك مثلا او بامورك العمليه وعم تحاول انك تخلص بعض الامور المهمه بالنسبه لك، عارفان انه في مشاكل تحل بمجرد ان تهمي لها. اليوم هيك فاقد طاقه، مشتي تنام تنام تنام، بس ما اظن ابدا الظروف رح تكون مساعده، بالعكس في نوع من أنواع الغضب والانفعال. على كل أنا برأيي ما رح ترتاح قبل المساء عموماً، ليدخل الأمر بقى على برجك. يوم اجتماعي بامتياز لمولود برج الثور، يوم أنت محور اهتمام المحيط، سفر، دعوة، أفراح، نوع من أنواع هيك الأشخاص الجدد اللي عم تتعرف عليهم، يمكن أنت وسط تجمع، وسط نشاط رياضي ثقافي، يعني في أشخاص اليوم إيجابيين حواليك، ويوم يعتبر للاتصالات بامتياز. لسه اليوم مو كتير مريح لمولود برج الجوزاء، صار لك يومين ثلاثة أمورك لا تعتبر الأفضل، الحوار ليس سهلاً، يعني عم كل كلمة عم تكون كلمة مني كلمة منك عم بتضايقك بطريقة ما، ما بعرف قدي لازم تعتذر إذا أخطأت، يمكن لأنك عصبي شوي، يمكن يعني كل كلمة عم تشعر إنها مس لكرامتك. أنا بقول ما في شيء سيء، كل الكواكب تقريباً مؤيدة وداعمة لك، يعني المريخ في برج الأسد والزهرة منطقة لك جيدة جداً أو مكان لك جيد جداً، والأهم وجود عطارد هلأ ببرجك، فلا تكن متطلباً أو عصبياً. مولود برج السرطان، اليوم الأمور لك إيجابية، الحياة اليوم أبهج وأجمل، ما بعرف إذا السبب أحد الأولاد أو أحد أفراد العائلة، أو في شيء إيجابيات بعلاقاتك بصداقاتك. اليوم في حدة ذكاء عند مولود برج السرطان، قادر تشرح وجهة نظرك بهدوء وفي دعم من المحيط. اليوم اتصالات أو لقاءات، يعني كل واحد بالتأكيد حسب ظرفه. مولود برج الأسد كمان اليوم إيجابي، في مساعدات ومحبة من الناس اللي أنت حواليك،
لألك أو لأحد المقربين. يعني اليوم يوم عم تاخذ وبتعطي، أنت عم تستوعب غيرك والآخرين اليوم عم يدعموا قراراتك. على فكرة في قواسم مشتركة بينك وبين الآخرين، وإذا في قصة مالية فحاول إنك ترتبها، لأنه هاي الأيام حتى الأمور المالية لألك إيجابية جدا. مولود العذراء، أنت اللي اليوم مانك مرتاح ومحتاج تحافظ على أعصابك، هدي لك شوي لأنه اليوم في قلق أو كآبة أو بعض التفاصيل الصغيرة ما عم يعني عم بتضايقك، ويمكن عم بتميل للنزق أو العصبية. هلأ ما بعرف اليوم عم تشعر إنه الناس بديرة وأنت بديرة تانية أو بمكان آخر، وما بعرف إذا في قصة قانونية ممكن تكون شوي عم بتضايقك. خذ مني نصيحة، حافظ على علاقاتك. مولود برج الميزان اليوم عنده 100,000 قصة شغلته، نوم الظهر ما في ومفايق من الصبح وعم يركض يركض ما عم بيلحق، بس في إنجاز أو في سعادة. يعني وجود المريخ والزهرة في برج الأسد خلص بقى بلش يحمل لك أشهر من السعادة، سواء عاطفيا سواء على الصعيد المالي. صحيح في مسؤوليات إضافية بهي الفترات، بس هذا طبيعي. على كل الأحوال لازم نشتغل لنقبض ونكون سعداء. هلا انتبه على قصة صحية عابرة، عموما وارد يكون في قصة صحية عابرة. مولود برج العقرب، علاقاتك للأفضل ماشية بهي الفترات وفي نوع من أنواع الفرح. ما بعرف إذا سببها مفاوضات عم بتخوضها هاي الأيام أو خطوة إيجابية أو نوع من أنواع العلاقات أو إيجابيات أخرى، بس اليوم أكيد موهبتك بالكلام هي اللي ممكن تكون عملت لك سعادة في حوار أو نقاش لتفهم أكثر. القوس، أنت اللي مانا كتير مبسوط، في عندك نوع من أنواع المضايقات. ما بعرف صار لك يومين ثلاثة كل ما بتقول هاي القصة خلصت، هاي القصة بدي أعملها، هاي القصة خلص بكرة رح تتأجل أو بتتأخر أو في شيء ما بيزبط مثل ما أنت بدك. حابب تعمل تصحيح لبعض الأوضاع، ويمكن هذا اللي عم بيخليك تشعر بالتوتر. قراراتك متسرعة اليوم وتصرفات حواليك غير منطقية، هذا هو اللي معاجبك على كل اليوم. بس خذ مني نصيحة، لا تدخل تفاصيل لست تحتاجها. الجدي عنده حركة اليوم، تضامن مع محيطه، أحد الأيام الجيدة اللي فيه حظوظ مساعدة، فيه اتصالات أو لقاءات أو سفر، فيه دبلوماسية على غير العادة. مولود الجدي مستقر وتشعر بالأمان اليوم، عم تعطي انطباع جيد عنك، الناس حواليك حبيبتك، يمكن عم تتفهم مولود برج الجدي يعني محيطك والمحيط عم يفهمك. في لطف اليوم عند الجدي، في أمور إيجابية عند الدلو، غالباً عم بيناقش بعض الأمور المالية، كأنك تهتم بممتلكاتك الخاصة. وحظوظك الحقيقة جاي هاي الفترات من الغرباء، مالك جاي من الغرباء، بس هيك هيك حاول تحذر الإسراف لأنك مسرف بطبعك. حاول إنك تصرف الضروري أو تصرف بس على الضروري، كأنه هاي الأيام عم يطلع لك متطلبات عائلية أنت ما كنت حاطة ببالك. يلا بتصير، على كل الأحوال ما في مشكلة. مولود برج الحوت اليوم، القمر ببرجك عم بيخليك إيجابي مع الناس اللي حواليك، عم بتميل للهدوء عموماً. في مصالحات، يمكن مشغول بأشقاء أو أهل أو عائلة أو شقيقات، أو في عندك قصة هيك إيجابية سببها عواطف. يعني على كل هاي الفترات في لقاءات، تركز جهودك على الكلام، حواليك وعود مفرحة ومبشرة. خليني عايد مولود اليوم، مولود 10 حزيران، بيحب الراحة والطمأنينة، يبحث دائماً عن الأمان، يعني بيدور دائماً على عمل يجيب له مصاري مشان، وبيعطيه كل طاقته الحقيقة. بيحب الكتب والتعلم، بيحب يكونوا أولاده متعلمين، بيتوتي مخلص لشريكته، طالب للكمال على كل الأحوال، لا يعرف الملل، يشغل وقته بالكامل، يعمل بصبر ليصل إلى ما يريد. طبعاً السنة في عروض مهنية جيدة تجعلك أكثر ارتياحاً. أنا بشوف الأمور المهنية تعتبر الأفضل بالنسبة لك، وغالباً فيها نوع من أنواع التغييرات الإيجابية. العمل والمال في أفضل حالاته هاي الفترات، وإن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. عليا عم تقلي شو برجي؟ 7-1 هو برج الجدي،
يا عليا برج التنين الصيني، يعني انت حدا مسؤول خارج، حدا يمسكك يعني مصروف، لانه بتعرفي ترتبي امورك على صعيد يعني عائله، ماسكه الامور بحزم عموما. والسنه لك جيده عائليا، كونك عم تساليني عن علاقتك الزوجيه، انا ما بعرف شو مواليد زوجك، بس انت مرتاحه عائليا، عندك 3-4 شهور بياخذوا العقل، يمكن الثامن فيه جزء من كركبه. آيات بنت روعة، يسعد أوقاتك يا آيات، أمورك جيدة، بس أنا بشوف الفترة هاي ضاغطة قليلاً، يعني عم تقليلي بكالوريا. آيات ما فيكي كتير تعتمدي على حظوظك، بدك تعتمدي على جهدك أنتي، مشكلتك إنك تدرسي من هون وبتنسي اللي درستي من هون. يعني أنا بشوف مواليد برج الدلو أخصائيين النسيان العالمي، فما بعرف شو اللي عم تكتبيه على الورقة، بس أنتي ذكية وفهيمة وبتعرفي تنتبهي على أمورك، فبدك بس شوي تركيز يا روحي. محمود مازن، يسعد أوقاتك يا محمود، أمورك جيدة جداً، عندك 3-4 شهور بياخذوا العقل، خاصة عاطفياً، كأنه ممكن بارك لك بقصة عاطفية إذا على بالك. على فكرة حتى القصص المالية إيجابية. أريج بنت ميساء، عم تسألني مع شريك بس ما بعدت لي مواليد. على كل اللي عندك 3-4 شهور بياخذوا العقل على الصعيد المالي، على صعيد العواطف، يعني عندك سنة حلوة بالمجمل وفيها إيجابيات على الصعيد العاطفي. سماح عم تسألني عن أمورها، أبداً مو قلقانة عليك يا سماح، أبداً أبداً، إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لك كقلبي بحياتك باتجاه الأفضل، وبيني وبينك أنت شطورة، أنا أثق بكي على كل الأحوال. أنا يا ستي بثق بمواليد الجدي وهن اللي عم يدرسوا، حدا بيقعد وبيركز. راما، يسعد أوقاتك يا راما، والله عندك سنة بتاخد لعقل، مو هالشهر، الشهر الجاي اللي بعده، عندك سنة بتاخد لعقل يا ستي، وما أظنك تطلعي منها إلا بإنجاز إذا أراد رب العالمين. حابة تساعديني ولا جاوب خالد؟ حسيتك عم تأشري. خالد أمورك جيدة جداً يا خالد، على قلب العمل والمال، الأمور العملية والمالية تعتبر الأفضل، يعني عاطفياً ها مو كتير، بس هو هذا الزمن إذا الأمور المالية والعاطفية العملية والمالية جيدة فنحن بخير، يجعل أيامكم سعيدة. أنا هيك وصيتك شي 60 مسج. إيه إيه راح عملك حبيبتي عملك، على كل ما جاتي أكتر بتاكلي أكتر طبعاً. سيدة شكراً لك، سيدة وقاتكم يا روحي. هلأ صار الوقت نشوف الطبق بشكله الأخير. يسعد صباحكم. بنهاية الحلقة صارت وصفتي جاهزة، صح حبيت لون الاستوديو بريحة البصل وكلهم تضايقوا من الريحة، بس النتيجة عن جد كتير طيبة، عن جد جربوها، ويعني الطريقة كتير صحية، ومثل ما قلت هو الخبز يعني أنا بتحكم فيه حسب أنا قدي فيني أكل خبز، أكيد إذا بعمل جنبها صحن سلطة أو بقدم جنبها يعني خضار، بس بقطع خضار بحط عليهم رشة ملح وشوية ليمون، بصير عندي طبق متكامل. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم وتجربوها وتخبرونا أكيد. يلي تضايق من ريحة البصل بدي إذا لك. تشوف وشك بالستوديو سمعنتهم كلهم لأكله بغير نفسه. يعطيك ألف عافية، منظر وريحة رائعين. تفضلي لعندي شيف خالد، يلا جايتك. يعطيك ألف عافية، الله يعافيكم. يلا لهون بيكون خلص مشوارنا الصباحي، نتمنى نكون قدمنا لكم فقرات متنوعة مفيدة ومسلية بنفس الوقت. تركنا بكرة بيوم وحلقة جديدة، تبقوا بألف خير، باي باي.